يعني يعتبر اول منطقه يعني فيها كل حاجه حلوه وارخص منطقه. فاهمني؟ ايه بقى؟ يعني ممكن مثلا تركب حنطور وتركب حصان وتركب عجل وتركب الحاجات دي ما تلاقيهاش في اي حته برضه. ده بقى ايه الرئيس انس ده الوحيد اصغر واحد عندي ده معلم انس. ده كعب انس. دي جنينه النخيل. دي انت مسموح للناس تدخلها ولا مش مسموح؟ بتخش الناس بس فاضيه. الدنيا فاضيه كده ليه يا عم؟ مش حاجه. ها ما هي بص الناس اهي بس مش كميه زي الاول. طب انتوا الفتره اللي عليها اقبال اكتر الشتاء ولا الصيف؟ لا الصيف. اي عامه الاعياد ساعات بيبقى في ناس مثلا اعياد بس الاعياد برضو مش زي الاول. ده قديم يعني. دي المبنى دي القناطر دي معموله دي القديمه دي قديمه من عهد محمد علي. محمد علي زي ما انتوا بقى ايه بتترمم كل شويه تتجدد ولا هي هم لا بيرمموها. اما الحاجات دي اثريه. بص انت فاهمني يعني الحاجات دي قديمه صعب ان قعدوا الاصل. انتوا الاصل ربنا يكرمك يا رب. الشجره دي اسمها ايه بقى؟ دي مسمينا بالبلدي كده ام الشعور. اي عشان الشجر الصغار اللي هي من هنا. ايوه دي حاجات من عهد محمد علي. دي حاجات اثريه. الشجره دي زي ما هي كده قديمه زي ما هي من زمان. في واحده ثانيه اكبر منها هناك جميله ومشعور برضه. بس حجمها اكبر بقى. فاهمني يعني حجمها اكبر بقى تشوفها كده حاجه تحفه. يا فاهمني زي الام اللي بيحتفلوا بيها كده. فاهم داير ما يدور حاجه كبيره. الاداره العامه لاداره الري. هي دي بقى القناطر بقى اعتبر هي دي الري. المباني هنا شبه اسكندريه تحس الناس اللي هم بياخدوا الشكل تمام وبيوضبوا كده. يعني هم كانوا بيمثلوا هنا مثلا مثلوا ساعه مسلسل سجن النساء وبيمثلوا هنا بعض الحاجات. سجن النساء جم صوروا حاجات هنا؟ متمثل هنا كله. صوروا ده على ان ده سجن. وهنا بقى راحوا حاطين بقى يخت هنا. ولا صوروا في السجن نفسه؟ لا صوروا في السجن. سجن القناطر. صوروا في السجن. لكن جم هنا برضه صوروا هنا في الاداره هنا. حطوا هنا يافطه على ان مركز شرطه القناطر كده. فاهم قصدي يعني؟ لان ده الاسم يعني. كده يعني فاهمني. لكن سجن الناس اتصور هنا. المسلسل نفسه اتصور في القناطر عامه. بس كانوا عاملين ده ان ده الاسم. كده وصوروا حاجات في السجن نفسه. سجن القناطر نفسه كده من يوم الثاني. دخلوه صوروا وقتها بقى الدنيا كانت هنا بقى. طبعا نيلي كريم بقى. طبعا نيلي كريم بقى وصورت بقى وكانت راكبه الحنطور معانا. راكبه الحنطور وكانت بتصور. اتصورت في الحنطور. هي نيلي جميله. هي عسل لذيذه. واي حد يصور معايا. وايه تصور هنا تاني؟ بتصور بقى حاجات كتير ومسلسلات برضو. اي حاجه كانوا بيجي يصوروها هنا. مسلسلات في افلام ومسلسلات حاجات اتصورت هنا. ابو العلا البشري زمان. ابو العلا البشري بتاع محمود مرسي القديم بقى خالص. الجزء الاولاني القديم. القديم خالص برضو. اتمثل كده عند المتحف. المتحف الري. متحف الثوره ده اليمه الثانيه اول ما بعد السجن كده على طول. تمام كان برضو متصور هنا. انت قول لي بقى عن كلمنا عن ولادك بقى. معايا اللهم صل على محمود واحمد وحبيبه وانس. محمود واحمد وحبيبه وانس. انس اللي سلمنا عليه من شويه. الصغير ده جميل ربنا يخليه. متجوزه ومخلفه الحمد لله. قول لي بقى اعمارهم ايه بقى؟ اعمارهم سن ده وسن ده وده. محمود ده عنده بتاع 24 سنه 25 سنه. واحمد دون في كليه بنها. كليه ايه في بنها؟ كليه التربيه الرياضيه. التربيه الرياضيه ما شاء الله. تمام. السنه الثالثه بتاعي. تمام وهيخش هو في شهر 1 الجاي ده ان شاء الله. الفرح بتاعه. الفرح بتاعه. عازمنا بقى. يعني رئيس الشرف. لا نعزمك رئيس الشرف والله. خلاص انا جاي. انا جاهز. يعملوا بقى خيل طبل بلدي وكده ورقص. يا سيدي الله تعملوا مسافه خيل بقى. يعمل حفله خيل. يعني ايه بقى تبقى مراد كده؟ اللهم صل على النبي. بيجيب مثلا كهرباء وافراح وكده وبتاع ده وانوار وكده ويجيبوا طبل بلدي وخيل ترقص بقى عليه. طبعا مين يعمل ده زي ما انتم ما عملتوش الكلام ده؟ مين اللي يعمله يا باشا؟ انتوا هو اصل الحاجات الحلوه. ايوه طبعا غاوي عشان كده. طيب قول لي بقى انت. انا اللي انا عرفته ان انت شغال في الشغلانه دي من وانت عندك 5 سنين. من زمان. صح كده؟ ايوه فعلا كنت بدرس وطلعت. طبعا لما والدي توفى اخويا الكبير بقى قال لا انا مش هقدر اشتغل لوحدي لازم تبقى معايا. طلعت من خلصت كان اولى تجاره. دخلت سياحه وفنادق.
وطلعت بقى بيت اشتغل معايا طبعا عشان نعيش نعرف يعني. من وانت عندك 5 سنين اتعلمت اول خيل؟ من زمان بحب الخيل. ايه اللي احنا ما نعرفوش عن طباع الخيل بما ان انت بقى اكيد يعني انت بتشوفهم اكتر ما بتشوف البني ادمين يعني؟ الخيل دي حاجه حياتي. انا روحي في الخيل مش عشان خاطر شغلتي، لا انا بحب الخيل. يعني الحصان تعبان، حصان في اي حاجه هو جاي بيقول ايه دلوقتي؟ بيعكسها يا سيدي. خلينا نخلص، مش عايزين نجيب. طب خلاص خلي اتحشم. هو بيندي عليها طبعا حصانه معديه. فاهمني؟ حصانه الذكر كده كده ما علقتش انت على حصانه اللي انا قلت. لا الذكر لازم يندي على فرسه، فاهم قصدي؟ الذكر طبعا بيحيوا بعض بقى. لا الذكر غير النتايه. ايه بقى؟ النتايه بتبقى في حالها، اما الذكر لازم يندى. راجل انا هنا، نحن هنا يعني. ايوه طبعا اثبت مركزه هنا في المنطقه. طبعا طبعا. امال ايه؟ طيب قول لي بقى، احنا كنا بنتكلم على الخيل، ايه الطباع عنه؟ انت بعشرتك مع الخيل تقول لي ايه عنه؟ الخيل وليف جدا وطيب جدا وهادي، فاهم قصدي؟ بس عنيف. لا مش كله عنيف، مثلا ما تقسى عليه. يعني ممكن مش كل الخيل بيجي بالضرب، في خيل بيجي بالضرب مثلا لما تعلمه على حاجه. وفي خيل تضرب فيه ما تضرب هو اللي في دماغه في دماغه. تمام. فاهمني؟ يعني مش تطير حر وكده. استاذ اسمه ايه؟ ده سيف. وعارف لسه جاي جديد. عارف اسمه؟ لسه جاي جديد. لسه جديد؟ ماشي. كده عنده قد ايه بقى؟ ده كده عنده بتاع 3 سنين. 3 سنين. القناطر من الـ من الـ من الحاجات المميزه من ليها من واحنا في مدارس. رحله القناطر. ايوه طبعا. طول عمرنا يعني في مدرسه او كليه من الحاجات الحلوه اللي نحب نروحها رحلات، يلا على القناطر الخيريه. القناطر دي كانت حاجه عظيمه قوي كمان. ولا زالت يا عم، دي احلى واجمل حاجه. بس المشكله ان الناس قلت فيها، فاهم قصدي؟ الاول كانت الرحلات دي على طول. هقول لك ليه. هي مش مسألة، هي المكان حلو ويمكن احلى كمان من الاول، بس عارف بقى في حاجات كتيره طلعت، حاجات كتيره مختلفه وفي موضه بيعرف الله يبارك ايه. بس في اماكن تحس ان هي الاصل، عارف؟ يقول لك ايه، انا هلف الف وارجع لنفس الاصل. انا معاك، فاهم؟ بس هما يعني زي ما تقول برضو ايه، يعني كل واحد اي حاجه بتحصل جديده عايزين نجربها. صح. والملاهي والحاجات دي، فاهم؟ اما الاول هنا الملاهي دي، هنا كانت الاول هنا ملاهي، هنا كان بتاع واحد اسمه ادم من مصر. كانت الناس لازم تيجي الملاهي دي، ما تلاقيش ما تعرفش تمشي من حاجه زهد. غريبه بقى. فاهم قصدي؟ ومناطق هنا ارياف والفسح فيها ناس كتير قوي. كانت اكتر زي ما بيقولوا ايه، الرحلات شتويه اكتر ولا صيف؟ لا كانت في الشتويه. الشتويه عشان المدارس، كانت المدارس على طول يومات، كان لازم الرحلات. غير بقى بتاخد وقت مثلا اللي هي الامتحانات وكده بتبقى هاديه شويه، بعد كده على طول بقى كانت الرحلات دي كانت على طول بتبقى سين. طب انت يا عم شحاته النهارده، انت زي ما بيقولوا كده انت سفير القناطر النهارده. انت الناس بتتفرج عليك النهارده في البرنامج، برنامجنا اسمه اتوبيس السعاده، والناس اللي بيتفرجوا النهارده علشان احنا نشجعهم، نقول لهم هاتوا ولادكم وتعالوا القناطر، هيلاقوا ايه ان شاء الله؟ بيتفرجوا على اماكن حلوه وهاديه والحدائق والجنين. في حته اسمها هنا الشلالات اللي هي اللي بعيده، اللي هي بعد الشلالات اللي عند الكوبري ده، فرق ما بين محافظتين. صح. محافظه القليبيه ومحافظه الجيزه. تمام. ده في حته تمشي منها كده من البحر كده، المناظر ما تيجي لغايه الركبه كده. تمام. دي من اعظم المناطق فين هنا في القناطر، فاهم قصدي؟ الناس بتيجيها بتشوفها يعني حاجه كويسه يعني. تمام. القناطر نهار احسن، زيارتها نهار احلى. ايوه طبعا بالنهار. صح. احسن. صح. بالنهار احسن. وجوها ايه؟ في الشتاء بتاعها برد قوي ولا عادي؟ لا عادي عادي. حتى في الشتاء الجو شمس وجميل. لسه الشتاء ما شدش برضه، مش عارف. بس برضه بالليل بيبقى ساقعة قوي يعني، فاهمني قصدي؟ مش قوي يعني. حلو برضه. بس حلو برضه. إيه كنا بنتكلم على مسلسل الفنانة نيلي كريم، واحنا جايين في الطريق كده قلت لي انه اتصور سجن النساء هنا. اتصور سجن. قعدوا قد ايه هنا يصوروا بقى؟ قعدوا بيقعدوا فترة. قد ايه؟ حوالي قد ايه كده؟ بتاع اسبوعين ثلاثة شهر. فاهمني؟ ممكن كل يوم مشهد بتاع. بيصوروا مثلا. وكانوا بيروحوا يجوا يوميا ولا ولا في فتره قعدوا بقى؟ كان في فتره قعدوا، ممكن يقعدوا مثلا يعني يومين مثلا. طبعا العروض بتاعتهم بيبقى فيها كل حاجه، لبسوا مجهزه. مجهزه وتقفلوا طبعا السكه. ايه بقى نيلي كريم بقى اتفسحت في القناطر بقى؟ كانت راكبه حنطور، كانت ركبت حنطور معانا، وصوروا هناك عند الطريق اللي هناك عند المتحف اللي هو قبل السجن. تمام. كان هنا الإدارة العامة للراي، صح كده؟ للراي ده، الراي ده اللي منظم القناطر بحالها. دي بقى كان متصورة على إنها المركز أو الاسم. كانوا حاطين يافطة، بيحطوا يافطة كده مثلا. أحمد حلمي كان برضو مصور هنا برضو. أحمد حلمي صور إيه هنا؟ مش فاكر، آخر قبل رمضان السنة اللي فاتت، زي اللي مندوب كده. فيلم بقى من أفلام. فيلم تهيألي. أنتوا بيجي لكم الناس الحلوة كلها هنا. أيوه طبعا. أصل الحلو لازم يجي له الحلو يا مش حياتي. ربنا يكرمك من اصلك يا ريس. الله يكرمك يا ابو شحاته. انا مبسوط بالقعده معاك. الله يكرمك. وفي برضه هنا اتبسطت بالقعده في الحطور كمان. في برضه هنا نادي القضاء برضه بيجي لنا ناس حلوه برضه. الناس انت القناطر ما بيجيلهاش غير الناس الحلوه. انت احلى. وانت النهارده بعد الحلقه دي هتلاقي
جيوش جايه لك على طول. تشرف يا ريس، كل الشرف ان شاء الله. نورت الدنيا. ربنا انت اللي نورتنا والله. ربنا يخليك، وهسيبك عشان ما خرجش وترجع العربيه لابنك علشان هتلاقيه واقف لنا هناك. لا يا ريس ولا يهمك، لا ده اهم حاجه عندنا المسك، وتشرفتونا والله. ربنا يخليك يا مش حاجه، اشوفك على خير. تحت امر سعادتك. تحت امر سعادتك. الف سلامه يا باشا، على الاقل المهنه.